سيدنا الفاضل، أرجوك وأتمنى أن توصي وتنور عوائلنا بالتخفيف من حالة الحزن المبالغ بها خلال فترة طقوس عاشوراء، لأن استشهاد الإمام الحسين حافز إلى العمل والإصلاح وليس اللطم والبكاء ومواصلة الأحزان. لا، نحن نوصي بالاثنين، أما نوصي بهذا على حساب هذا لا، نحن نوصي بالأمرين معا. التفاعل مع أهل البيت بالأسلوبين، الأسلوب العاطفي والأسلوب العقلي، لا أننا نصر على الأسلوب العقلي على حساب الأسلوب العاطفي أو بالعكس، لا. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما انتهجوا الأسلوب العقلي انتهجوا الأسلوب العاطفي. الإمام الرضا عليه السلام قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أقرح يعني أتى بالقرح إلى الجفون نتيجة البكاء. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرم وبلى. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. فالأسلوب العاطفي لا يرفع اليد عنه، والأسلوب العقلي أيضا لا بد منه، فإن الحسين عليه السلام شرح ثورته وشرح نهضته بأسلوب عقلي، فقال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فإذا لابد من التركيز على المنهجين، المنهج العاطفي والمنهج الإصلاحي، بشرح ثورة الحسين، بشرح معالم تاريخ أهل البيت، بتحليل معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم.